تستعد مدينة المحرقة عاصمة الثقافة الإسلامية لهذا العام لختام مهرجان البحرين السنوي للتراث في نسخته 26، وسيواصل المهرجان في آخر أيامه استعراض مجموعة من الحرف والصناعات اليدوية المرتبطة بالبحر وشجر النخيل، وتلك المرتبطة بالأزياء التقليدية وغيرها من الحرف والصناعات التي اشتهرت بها البحرين منذ القدم. يذكر أن مهرجان التراث في نسخته الحالية افتتح برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في 25 من أبريل الماضي بعنوان ذاكرة المحرق. لأنها المحرق، تلك المدينة العريقة المكتظة بتاريخ البحر، استحقت هذه السنة لقب عاصمة الثقافة الإسلامية من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو، لتقول للعالم أجمع إن الإسلام هو دين التنوير والجمال والثقافة الوسطية. واليوم وبعد 10 أيام من امتزاج حداثة الواقع بالتراث الغني في جولة أصيلة ضمت أنشطة مختلفة كورش العمل للكبار والصغار، إلى جانب الأمسيات الموسيقية وتجربة التسوق المتميزة والتي أتت بعنوان ذاكرة المحرق، يختتم المهرجان فعالياته. هذا احنا نقدم يعني فن الجربة، يعني ما يختلف عن يعني هذا كل فن بروحه، واحنا بروحنا فن بروحنا. احنا نطق يعني ما تقولين اسحب وطيح وخيالي زين، وعقب نطق خميري وخميري حق الرقص. عارف اللي عندي انا اروح كل يوم الصباح نروح البحر ونلقط المحار ونرجع وننفق المحار، واللي نحصله الحمد لله رزق لنا، ولا ما نحصله بعد الحمد لله رزقنا على الله ان شاء الله. والله الحمد لله اقبال وايد جيد، يعني يوميا نبتدي من 5 لـ9:30 الحمد لله رب العالمين. الاهالي هي قاعده تتعلم عيالها شنو طريقه، يعني تلقين اول ما تقول له هاي طريقه كذي 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 تشوف شو يسوون الحمد لله. النسخة 26 من مهرجان التراث شهدت إقبالاً لافتاً من الزوار البحرينيين والخليجيين وكذلك السواح الأجانب، فعدد الزوار قد تجاوز 15,000 زائر. احنا هنيها قاعدين نقدم اللي هو السبح، وهي أشياء احنا نسويها هني وأشياء نجيبها من برا، والحمد لله موجودين كاستمر ويونا كاستمر، والمعرض عليه إقبال زين يعني الحمد لله رب العالمين. مهرجان التراث بشكل أساسي تقريبا الحين من تقريبا 4 سنوات بدأت مشاركاتنا وياهم ومتواصل يعني والحمد لله. مشاركة وايد حلوة ومشاركة خليجية، وايد زوار خليجيين جايينا، شغلنا يعني متميز في الخليج كامل. بالنسبة على المهرجانات وهالأشياء التراثية، احنا ودنا ان ما تخلص صراحة، تراث الأولي ما على تراث ترى. صاحب مهرجان التراث 26 مجموعة من المعارض استعرضت الشخصيات التي تركت بصمات مضيئة في تاريخ المحرق وساهمت في النهوض بالمشهد الحضاري للمدينة والمقتنيات التراثية، إلى جانب الصور التي توثق الطابع العمراني الفريد للمدينة، وكذلك أزياء المرأة البحرينية التي عرفت المحرق بصناعتها. مهرجان التراث في كل عام يثبت تعطش الجمهور لكل ما هو مرتبط بالذاكرة البحرينية القديمة وعلاقتها بالأمكنة، خصوصا تلك التي صاغت أبجديات التاريخ البحريني القديم والمعاصر في آن واحد كمدينة المحرق. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.